حضرتك تكلمنا عن اضطرابات النوم وجراحات الشخير؟ Actually هو الشخير هو في ناس كتير بتعتمد ان هو ده حاجه مضحكه وان هو يعني ايه هو الشخير ده بيتعالج اساسا وده مش مرض ده واحد بيشخر وواحد ما بيشخرش ده واحد طويل واحد قصير لا هو اكشوال الشخير دوت معناه ان في العين دوت عنده انسداد في مجرى التنفس العلوي دوت الشخير هو ظاهره اجتماعيه فهو ممكن انا شفت ناس كتير يؤدي الى فعلا انفصال راجل عن مراته او صديق عن صاحبه مش عايز يبات معايا عشان مش عارف انام من جنبه ده لو الموضوع بسيط لو الموضوع شديد اكتر ممكن يوصل لديفورس او يعني طلاق يعني فسواء الراجل بيشتكي ان مراته هي اللي بتشخر او الست بتشتكي من جوزها يعني ده نمبر 1 نمبر 2 ان الحاجه الثانيه ان الشخير في ضيق في مجرى التنفس الضيق دوت ممكن لو زاد شويه يؤدي الى انسداد كامل في مجرى التنفس انسداد كامل في مجرى التنفس العيان وهو نايم بيشخر في فترات هيلاقي نفسه ما بيشخرش الفتره دهيت هو بيتخنق ويجي فتره ياخد نفسه بعدها الفتره ديت بالاكسجين بيقل في الدم وثاني اكسيد الكربون بيزيد فبيبتدي المخ لازم ينتبه ولازم يصحى ده بيؤدي لحاجتين نقص الاكسجين في الدم دوت يؤدي الى مشاكل باطنيه زي الضغط العالي وياثر على القلب وياثر على يزود السكر وممكن ياثر على يعمل جلطات دماغيه الحاجه الثانيه ان نقص الاكسجين في الدم وهو نايم بالليل وعدم الاضطراب عدم الانتظام في النوم بالليل ده ممكن يؤدي الى ان هو يصحى الصبح عايز ينام طول النهار فتلاقي المريض طول الليل نايم بيشخر مش عارف ينام كويس بالنهار عايز ينام على طول في اي حته تسيبي فيها يقعد ينام فده بيؤدي الى ان الكواليتي اوف لايف او يعني النمط الحياه بتاعه باظ فاحنا اكشولي يعني بنعالج المرض دهوت لثلاث اسباب للسبب الاجتماعي لسبب صحي عشان ضغط الدم والسكر والكلام دهوت والرقم ثلاثة علشان نمط الحياه عشان العيان يقدر ينتج الصبح وعلشان يقدر ينام كويس بالليل شكرا جدا يا دكتور